بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهذه الأمة الصوم وإن كان الرجل محتلما أو على جنابة، يعني إذا كانت جنابته سواء بسبب النوم أو بسبب أن هذه الجنابة جاءت بالمعاشرة مع الأهل. لو أصبح عليه الفجر وهو صائم فإن هذا ليس من مفطرات الصوم كما يظن كثير من الناس، يظنون بأن الجنابة تفطر الصائم. لا، والدليل قال في الحديث يدركه الفجر، يعني دخل عليه الصوم النهار وهو جنب، وزاد الراوي قال من أهله لكي يكون الأمر واضحا من كل الجوانب سواء بالاحتلام أو بسبب الأهل. ثم يغتسل، يعني بعد أن دخل في الصيام، ويصوم صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم.